بتتكلم عن حاجه اسمها ابيديميولوجيكال ستاديز. في انواع الاستاديز بقى عامه الابيديميولوجيكال، هما يا اما ايذر اوبزرفيشنال او اكسبيرمنتال. الاوبزرفيشنال دي بتبقى ممكن تبقى ديسكريبتيف او اناليتيكال. ديسكريبتيف عامه هنا انا بوصف حاجه، بوصف البليس والتايم والنمبر، بفضل اوصف اوصف اوصف. اناليسيس بقى ان انا بحدد الاوتكم ده جالي من الفاكتور ده ولا مش عارف ايه. مش بيهمني وصف التارجت جروب قوي او البوبيليشن اللي حصل فيه الحاجه كوصف توصيفي للناس، على قد ما بيهمني ان انا اعمل اناليسيس اللي حصل ده جه منين وده حصل ازاي. فده فرق بسيط بين الديسكريبتيف والاناليسيس. يعني لو جه سالته يعني ايه ديسكريبتيف، دايما هتلاقوها بتبقى بيتكلم ان ايه ديسكريبتيف، بيقول لك البليس والتايم والايدج وي وي وي، بتبقى لاين ليست كده مكتوب فيها كل الداتا بتاعت الحاجات، بتبقى باينه قوي. لكن الاناليسيس دايما بيهتم بالواقع نفسها عامله ازاي، ايه الاوكيجن نفسها او الاوتكم اللي حصل، حصل ازاي وحصل ليه. بيبتدي يتكلم على الريسك فاكتورز والاكسبوجر والحاجات دي اكتر. طيب which may be descriptive or analytical, exposure or risk factors are not influenced by study designs. In contrast, ده بالنسبة بيتكلم عن الobservation، بيقول لكم ان هي may be descriptive أو analytical. Exposure or risk factors that not influenced by study design. In contrast, في الexperimental يعني هو الobservational بالنسبة لي أنا مش ما تبقاش ليها علاقة بالstudy design اللي أنا عاملاها، دي حاجة observational يعني حاجة حاصلة كده في المجتمع بعيدة عن الstudy design اللي أنا عاملاه. الexperimental بقى أنا عاملة experimental studies، يعني أنا عارفة أنا بعمل إيه من الأول وبعمل experiment عشان أعمل عليها study. Certain factors أو treatments that may influence the disease process أو outcome are controlled as a part of the study design. ده أنا عاملها by intention عشان اشوف الاستدي ديزاين بتاعي. Both types of epidemiological studies can be used to investigate a relationship. الاثنين بيساعدوني ان انا investigate a relationship between the outcome اللي هو الانفكشن او الديزيز بروجريشن او الدث and one or more factor اللي هو الاكسبوجر او التريتمنت. تمام، هما الاثنين either كل انواع يعني الابيديمولوجيكال studies بتخدمني في الموضوع ده. طيب هنتكلم بقى على الانواع كده ببساطه وبعد كده هنجو ديب. طيب التايبس قلنا الديسكريبتيف هي السامبلست اوف اوبزرفيشنال ديسكرايبنج الداتا ان بيزك كوانتيتيف تيرمز، زي ايه بقى نمبر اوف اوكيرنس اوف ذا اوتكم، ممكن يبقى بروكن داون تو بيرسون بليس تايم. زي كان اولسو كونتين كيس ريبورتس اند كيس سيريز از داتا سورسز. فاهمين يعني ايه؟ يعني كيس ريبورت، حالة دخلت الطوارئ كذا كذا كذا، سنها كام سنة، جاية من السعودية، مش عارف ايه. هي دي طريقة الديسكريبتيف ستادي، انت بتديسكرايب كل حاجة، بتهتمي بكل حاجة ليها علاقة بالحالة. وبتبقى كيس ريبورت، يعني لو كيس ريبورت كيس باي كيس كده دي اسمها ديسكريبتيف. انا باخد كيس باي كيس، انا مش باخد حاجة بركز في حتة معينة او مركز على حاجة معينة، دي حاجة كده عامة وانا باخد الداتا بتاعتها المينيوت داتا. يعني كيس سيريز مثلا برضو لو كيس سيريز يعني كذا كيس ورا بعض حصل لهم حاجة معينة باخدها as a data source، بس بنوصف فيها كل الحاجات. descriptive يعني توصيفي أو وصفي، يعني أنا هوصف كل حاجة. person و place و time دايما بتبقى دي keywords بتاعتها في الأسئلة، إن هو بتلاقوا حاجة بتتوصف جامد قوي، يا إما هيقول لكم كيس report أو كيس سيريز، يا إما هيقول لكم place time and person، تبقى باينة يعني. الأناليتيكال بقى include the cross sectional والكيس كنترول والكوهورت. انتوا لازم تبقوا عارفين ان الحاجات دي نوع من انواع الاناليتيكال. اناليتيكال يعني تحليليه، انت اصلا بتعمليها او بتشوفيها عشان تقارني حاجه بحاجه، بتبقي مركزه اكتر على الاوتكم والحاجات دي. compare the individual with or without the outcome by the presence of one or more hypothesis risk factors. طيب الكروس سكشنال بقى، كروس سكشنال يعني انا خدت سناب شوت اوف سامبل بوبيليشن. دلوقتي انا معايا البوبيليشن وانا خدت جزء كده عملت له مثلا سكريننج، انا عايز اعرف عدد الناس دي في الحته في الجزء اللي انا خدته ده قد ايه. طبعا بيبقى عشوائي جدا، راندوم جدا، مش بيرفلكت الحاجه قوي، مش احسن حاجه خالص الكروس سكشنال، تديني اوتكم مش حقيقي قوي. فالكروس سكشنال ستاديز بتتاخدي جزء من البوبيوليشن، دايما بتقول لك سناب شوت اوف سامبل بوبيوليشن ذات may include the outcome of interest. يعني انا حتى ما ببقاش واخده كل الناس بيزد على حاجه، انا واخد شوت كده من الناس وبعمل لهم سكريننج بس.
and the potential risk factors at one point in time. One point in time انا خدت جزء من الناس عملت لهم سكريننج على حاجه معينه وبشوف بقى عندهم الاوتكم ولا ما عندهمش. الكيس كنترول من اسمها كيس وكنترول، يعني انا بقارن حاجه حد عنده حاجه حد ما عندوش حاجه كنترول. فبيقول لكم الكيس كنترول بيجن، لا ارجوك اطلع فوق مش شايفه. بيجن with the identification of individuals who have the outcome of interest than a control of individuals without an outcome. He selected for comparison. يعني أنا دلوقتي بشوف ناس عندها disease وناس ما عندهاش عشان أعرف أقارن ما بينهم. تمام؟ ده بالنسبة للكيس كنترول جاي من اسمها. الكوهورت بقى assess individuals with and without exposure to a potential risk. لكن الكوهورت بيعمل إيه؟ بيشوف الاكسبوجر، يعني عايزاكم تفهموا الفرق. كيس كنترول ده الاوريدي بيشوف الاوتكم، خلاص الديزيز حصل وانا بشوف الاوتكم، الناس عندها وناس ما عندهاش. لكن ده بيشوف الناس تعرضت وناس ما تعرضتش، او يعني بيشوف من الاول. With and without exposure to a potential risk factor who did not have the outcome yet. يعني enrollment incidence of the outcome is determined during the follow-up observation. يعني انا بقى ببتدي بقى اركز بقى مع الناس، انا مركز مع البشر دول تعرضوا ودول ما تعرضوش. ببتدي بقى الاستدي بتاعتي ان انا بعمل follow-up بقى observation واشوف بقى هي بقى اللي تعرضوا جالهم بنسبه كام واللي ما تعرضوش جالهم ولا لا وكده. فالفرق بين كيس كنترول والكوهورت، الفرق الاوبفيوس القوي ان ده بيقارن outcome وده بيشوف الريسك الاكسبوجر عامل ازاي. الاكسبيرمنتال ستدي prospective designed to compare outcomes in individuals who are assigned to an experimental or intervention. دول ناس انا برافو عليكي، ايه الكلام القوي ده بس؟ لا انت دارسه كويس بقى، دارسه بره وجوه صح كده برافو. انا كنت لسه جايه لكم في الكلمه دي بس السلايد الجاي انت سبقتي الاحداث بالظبط. يعني الكيس كنترول بالنسبه لك ايه؟ قولي، مش انت كنت بتقولي بروسبكتيف وريتروسبكتيف؟ فهميني دلوقتي. الكيس كنترول ريتروسبكتيف في منها نوعين. بصي كل حاجه يعني الكوهورت في منها نوعين، يا بروسبكتيف وريتروسبكتيف على حسب انا هعمل ايه، هتفهموا في السلايد الجاي. اكسبيرمنتال ستاديز دول بروسبكتيف لان انا اللي بعمل الاستدي، انا اللي ببدا وبانيشيت ان انا بعمل اكسبيرمنت، فانا موضوع بروسبكتيف يعني فاهمه، مش حاصل خلاص وانا بريفيو بقى بالظبط. فا experimental studies دي definitely prospective studies designed to compare the outcome in individuals who are assigned to an experiment أو intervention. والجزء الثاني بيبقى control أو placebo. يعني أنا بدي الناس مثلا تفضل، لا مفيش مشكلة، بدي بعرض ناس أو بعمل الناس بعرضهم لريسك معين أو intervention معين، والناس التانيين دول بديهم بلاسيبو. لو هنتكلم مثلا فور اكزامبل دواء معين انا عايز اعرف الايفكت بتاعه، في ناس بتاخد الدواء بجد وناس بتاخد الدواء على انه دواء هو اصلا جوه مفيش اكتف انجريدينت وفاضي، والمفروض ان الصح تبقى مفيش بايس ويبقى بلايندد الموضوع ما يكونوش عارفين، يعني عشان ما يبقاش في بايس ان انا متوقع من ده ايفكت وده انا عارف ان هو ما خدش حاجه. فلا المفروض الايه الموضوع يبقى راندوم كده وما يكونوش عارفين لا مين اللي بياخد الدواء بجد ومين اللي بياخد البلاسيبو. الناس اللي اسايند في الاكسبيرمنت المفروض ما يبقوش عارفين عشان الدنيا تديني ريزلت حقيقيه ما فيهاش بايس. يعني دي الاكسبيرمنتال ستاديز. راندمايزد كلينيكال ترايلز هي الار سي تي ار بارتيسيبنت ان راندملي اسايند تو تريتمنت او كنترول جروب تو انشور ذات ذا تريتمنت الوكيشن از انبايس. الاندمايزد برضه هي نوع من الاكسبيرمنتال ستاديز، يعني هي نوع من الاكسبيرمنتال ستاديز بالظبط، بس هي بتبقى راندوم بقى، هي دي اللي بنحقق فيها الانبايس فعلا، ان احنا بندي للناس الحاجات بتبقى دبل بلايندد، نوع منها دبل بلايندد، ان انت لا الاكسبيرمنتر نفسه عارف اللي بيعمل الاكسبيرمنت ولا الحد الاسايند اصلا اللي بيتعمل عليه الاكسبيرمنت عارف. بيبقى هما الاثنين مش عارفين، يعني هو مش عارف هو مين اللي خد التريتمنت او لا الصح ومين خد البلاسيبو، واللي قدامه برضه مش عارف هو خد ايه، فبتبقى دبل بلايندد عشان يتجنب خالص البايس.